الحزب الوطني السيد وليد الركراكي. الاستقبال الملكي لمدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي الذي استطاع في زمن قياسي بضعة أشهر من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية. وسام العرش درجة قائد. قائد بنيتي. بحرفية عالية وتنافسية قوية وغيرة وطنية صادقة وقيم إنسانية راقية أدى الفريق الوطني منافسة بطولية. اللاعبون السيد غانم سايس محترف بنادي بشكتاش التركي. وسام العرش درجة ضابط. تكريم ملكي لعميد الفريق الوطني غانم سايس الذي أبان عن روح قيادية في مختلف مباريات المونديال التي جمعت الفريق الوطني. السيد ياسين بونو محترف بنادي اف سي سيفي الإسباني. وسام العرش درجة ضابط. حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو أول حارس مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباكه خلال ثلاث مباريات. أرقام قياسية عديدة دخلت سجل مفاخر النخبة الوطنية. السيد أشرف حكيمي محترف بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أشرف حكيمي. وسام العرش درجة ضابط. أشرف حكيمي تجربة فريدة متفردة كمدافع يحسب له ألف حساب وجدار منيع انكسرت أمامه كرات الخصم تباعا. وتكريم ملكي لجلالة الملك حفظه الله نصره الله. السيد ناصر المزراوي محترف بنادي بايرن ميونخ الألماني. وسام العرش درجة ضابط. ناصر المزراوي دراع آخر من أدرع دفاع المنتخب الوطني الذين عزفوا على أرضية ملاعب قطر سيمفونية مجد كرة القدم المغربية. السيد سفيان أمرابط محترف بنادي فيورنتينا الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. وسط الميدان سفيان مرابط واسطة عقد المنتخب الوطني النفيس بكل عناصره المتسمة بالاحترافية العالية والتنافسية القوية. كان حاضرا بقوة في المقابلات السبعة لأسود الأطلس. السيد نايف أجرد محترف بنادي ويست هام الإنجليزي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. المدافع نايف أجرد هو ورفاقه من أجل الوطن هانت الإصابات وحشدت الهمم فرفع العلم الوطني عاليا تهون في سبيله كل المحن. تشيلسي الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. حكيم زياش ذو القدم اليسرى الذهبية والروح القتالية العالية المؤمن حتى النخاع بأن النصر لا طعم له إلا تحت الراية الحمراء بالنجمة الخضراء. محترف بنادي أنجي الفرنسي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. عز الدين ناحية الضوء الساطع في كل اتجاهات الملعب وثمرة من ثمار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. سيد عبد الرزاق حمد الله محترف بنادي اتحاد جدة السعودي. كل هذا عبد الرزاق حمد الله إسهام في صنع لحظات مونديال 2022. سيد أنس زروري محترف بنادي برلين الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. أنس زروري سواعد قوية واعدة من لمنتخب قوي متماسك حقق فوزا كان حقيقة وشرع الباب نحو عطاءات هي اليوم أحلام ومفخرة. محترف بنادي سامبدوريا الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. قصة نجاح كروية أخرى أضافت لسجلها صفحات مشرقة في مونديال قطر. سيد منير الكجوي محترف بنادي الوحدة السعودي.
حسام العرش درجة ضابط. منير التجوي شباك مرمى ملعب التمامة ستظل شاهدة على بلائه الحسن في مباراة المغرب ضد بلجيكا. محترف بنادي كوينز بارك رانجرز الإنجليزي. حسام العرش درجة ضابط. إلياس الشاعر نصف نهائي كأس العالم كان حلما واللعب من أجل الوطن هو الفرصة لتقديم الأفضل. محترف بنادي تولوز الفرنسي. حسام العرش درجة ضابط. زكريا بوخلال عزيمة وإرادة لمهاجم لا تفتر، وإن وصلت إلى شباك الخصم وحققت الهدف فالعود والمسير من جديد نحو الشباك هو الأمل. محترف بنادي ستاندار دو ليج البلجيكي. حسام العرش درجة ضابط. سليم أملاح شغف قوي بالقميص الوطني وإرادة تتحدى الصعاب لتشريفه والشرف بارتدائه. محترف بنادي أوساسونا الإسباني. حسام العرش درجة ضابط. عبد الصمد زلزولي، إذا كان للطموح مرادف فالزلزولي الشاب مرادفه ويكاد اسمه يوازي فعله في الملاعب. محترف بنادي أنجي الفرنسي. حسام العرش درجة ضابط. سفيان بوفال لن ينسى العالم رقصة بوفال رفقة والدته بعد الفوز على منتخب البرتغال، وهي ليست رقصة فرح لفوز كروي فقط. محترف بنادي الريال بايادوليد الإسباني. بل هي عنوان قيم إنسانية نبيلة. جواد اليميق. حسام العرش درجة ضابط. المدافع الشرس جود وعطاء بلا حدود على أرضية الملعب. أسد متشرب بروح القتالية. محترف بنادي اف سي سيفي الاسباني خريج اكاديمية محمد السادس لكرة القدم. حسام العرش درجة ضابط. يوسف النصيري من تربى على ارض اكاديمية محمد السادس لكرة القدم لن يرضى الا بالنصر. سيد اشرف داري. محترف بنادي ستاد بريست والفرنسي. حسام العرش درجة ضابط. اشرف داري مسار مشرف وموهبة كروية لبت نداء الواجب الوطني. سيد وليد شديرة. محترف بنادي باري الإيطالي. حسام العرش درجة ضابط. وليد شديرة مهاجم المنتخب الوطني فخر واعتزاز بالقميص الوطني وجهد تلو جهد، فالمطلب عزيز وجسر العبور إليه مليء بالمطبات. سيد أحمد رضا التقناوتي. محترف بنادي الوداد البيضاوي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. حسام العرش درجة ضابط. أحمد رضا التقناوتي حارس بمؤهلات عالية، فالأرضية التي أنبتته هي أرضية أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. محترف بنادي جانك البلجيكي. حسام العرش درجة ضابط. بلال خنوس صغير في عمره كبير في وطنيته عملاق في حلمه أخلاق الكبار وعزيمة الشباب. محترف بنادي قطر الرياضي. حسام العرش درجة ضابط. بدر بانون احترافيته وأخلاقه العالية وقود وطنيته التي يضخ مقلب النابض بحب الوطن. محترف بنادي الوداد البيضاوي. حسام العرش من درجة ضابط. يحيى عطية الله الإدريسي، لأن الهدف واحد وقبله الحلم واحد، فإن الموعد أصبح واحد أيضا، وعلى أرض واحدة تجسدت الإرادات. أخيرا السيد يحيى جبران. محترف بنادي الوداد البيضاوي. حسام العرش درجة ضابط. يحيى جبران من كل المشارب الكروية تشربوا، والتحمت الخبرة بالخبرة وزادت الإرادة الكتيبة قوة، فالتألق أبدا لم يكن صدفة، هو عمل شاق ومسار طويل، لكن بنفس الإصرار